باخير الكورونا وما ادراك ما الكورونا. بون الكونفينمون كيما صاير حكايه فارغه، عاون شويه عمل كاسور، لكن يا ولادي الكونفينمون راهو 100% نعاودوها المره 1000 مش شق الفيروس. صحيح يرالونتي لا كورب، يخلي نومبر دو مالاد وسورتو نومبر دو مالاد غراف يكونوا يجوا بشويه بشويه باش نجمو ناخذوهم في سبيطاراتنا، لكن راهو ماذا بيا نعملوا كومباريزون. شوفوا لي تام تاع تونس ومتاع الاوروب، راهو فما دي زيتود تظهروا بعد 3 و4 سنين باش يوريو فما ناس قالوا البي سي جي عاوننا، ممكن حوايج اخرى، لكن لو فاكتور اتنيك لو مود دو في الكل عندهم قيمتهم، وان شاء الله ربي يسترنا. توا الحاجه اللي لازمنا نعملوها الكونفينمون هذايا لازمنا نسيبوه، خاطر الدول القويه وما نجمش تطلق. احنا تونس نسيبوا الناس ترجع تخدم افيك لو بور دو ماسك اوبليغاتوار، اما مش بقانون ونشدوا ونوقفوا ونمرمدوا كيما سي با سا، نخبروا في التلفز وفي الراديونات ونعاونوا، وماذا بينا المجتمع المدني وحتى الامن يدوروا يلقى واحد ما عندوش ماسك يوعيوه ويعطوه حتى الماسك بشويه بشويه، وماذا بينا كل الناس اللي خيطوا الخياطه صغار فرصه جاتكم اعملوا لنا دي ماسك قماش يكونوا مسكرين ما عندوش لي بارتيكول صغار ينجحوا خير، خاطر نجم تاخذ زوز ثلاثة أربعة كل نهار تلبس واحد وتروح تغسله وتعمل له ضريبة حديد تتهنى 100% ويتكلف رخيص ويشد ونخرجوا من الأزمة وتعاون حتى ايكونوميكمون. يلزم نخليو الكوفر فو باش الأمن يبدا مرتاح في الليل، يبدا العشرة ال11 يشوف الخمسة نتاع الصباح، وباش نعرضوا لك السراق والمجرمة والناس اللي فون بروفيتي كي باش تتسيب، خاطر لهم برشا ما صوروش مصروفهم باش يحاولوا، ماذا بينا نقطعوا عليهم. وتوا يلزم هدي كونفينمون نمشيو فيه، علاش؟ خاطر راهو كونفينمون كيما صاير تو يلزموا امكانيات ويلزموا رجال. احنا عندنا ضعف، ما عندناش رجال باش يطبق القانون، الناس خايفه على خاطر النظام نتاعنا زباله ما يجي شيء. رئيس الحكومه يقرق باش يعطيوه صلاحيات ومن بعد ما يدلشوا عليه يعطيوه اربع حوايج ويلزم الرئيس يصح فيهم، ولتو مازال ما خذا شيء لا مرسوم لا حتى شيء. يا ولدي يا ناس اللي عملتوا القانون وكنتوا في نشاط تأسيسي ولتو ما زلتوا مدين وجاهكم، سيبونا بدلوا القانون، حطوا لنا واحد يحكم برك ويزيكم بلا لغة هذية باش تصير دكتاتورية. حتى دكتاتورية ما تصير في تونس، وفات عهد الدكتاتورية. يلزمنا نخدم الكونفينمون كيفاش يكون؟ يكون على المريض، قلت لي واحد تعمل له تيست ويطلع بوزيتيف يلزمه يعمل ل 14 يوم وكان لازم شهر وبالسيف يعملهم. في اوتيل ما فماش اوتيل فوايي وما يبداش يدلش، وكان ما عجبوش الحال حطه في الحبس خاطر هذاك باش يضر الناس. لازم نحترمه، المريض يسكر فمه ويستعمل الدواء ويقعد باش ما يقضيش. اول ناس يقضي عليهم عائلته، كان عنده والدين كبار ومرضى ينجم يضرهم، والكبار والمرضى لازم نعمل لهم بريفيليج كي يمشي المجازان يمشي السي ان اس اس يمشي لاي قضيه هو الاولاني ويتعدى. هذايا باش نجمو ونتعايشوا مع الفيروس، وسامحوني في الكلمه، حتى الغرب اللي احنا نهار كامل ندعو عليهم بالشر يلقاو لنا فاكسان، خاطر في تونس لا بلو دو بيدجي دو ريشيرش، لي زونيتي دو ريشيرش مش قاعدين يخدموا. ما عندنا شيء، احنا الصحه دو باس فتقناها في بعضها، خلي من الريشيرش نفيقوا وكان نرجعوا الريشيرش التوانسه ينجموا يجيبوا لنا حوايج اكسترا اوردينير. فلهذا دعوه باش الناس تفيق وهالسياسيين يفيقوا على رواحهم، وتشوفوا كيفاش وزير الصحه قريب يبكي ويخرج يقول يا ولادي راهو الداخليه ورئاسه الحكومه مش متعاونين معايا، هو يقول اعملوا هكا والناس تتفرج. هذاك علاش تغيير القانون لازم ونظام الحكم واجب، وربي يسترنا ويستر تونس.